والله بعودة يا سياش، فرحانين كعشاق للمنتخب المغربي. اي نعم، بالفوز على منتخب تشيلي والاداء العظيم، ولكن فرحانين اكتر بعودتك يا زياش. والله بعودة، والله بعودة يا ساحر المغرب الاول، يا ساحر العرب الاول. حكيم زياش بعد فوز الأسود على منتخب تشيلي، فوز ليس نتيجة فقط، بل أداء عظيم أبهر الملايين، بل أداء كبير هز العالم بأكمله. حكيم زياش بعد المباراة أدلى بتصريحات عظيمة، وأكد بأن المنتخب المغربي لا يقل عن أي منتخب في العالم، لا يقل عن البرازيل أو الأرجنتين أو أسبانيا أو ألمانيا أو أي منتخب في الدنيا. المنتخب المغربي كبير وعظيم بلاعبيه وجمهوره ومدربه وليد الركراكي. تصريح عظيم من حكيم زياش هز العالم بأكمله. أيضا أكد حكيم زياش أنهم ذاهبين إلى المونديال لتحقيق التاريخ وتحقيق الإنجاز، ليس ذاهبين إلى المونديال من أجل التمثيل المشرف. فزياش أكد: نحن الأسود، أسود الأطلس، لدينا إمكانيات تؤهلنا إلى تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق في المونديال المقبل على الأراضي القطرية. نحن نثق بك يا زياش، ونثق بأنك على قدر التوقعات وعلى قدر أحلامنا في تحقيق التاريخ للأسود، أسود الأطلس.